رانا اليوم في قافلة طبية من منظمة من طرف مديرية الصحة والسكان لولاية المسيلة، وهذا من أجل تقريب الطبيب للمواطن. خاصة رانا عندنا عدة اختصاصات، منها الطب الداخلي والجراحة، جراحة العظام والتخدير والإنعاش. ماذا بينا اليوم نديروا فحوصات لهنا لهاد الناس اللي ماهيش قادرة تجينا، احنا جيناهم اليوم نديروهم فحوصات، وبعد الفحوصات ان شاء الله تكون قافله جراحيه ويجونا العين الملح ونديروا لهم عمليات ان شاء الله. تم اليوم 26 فبراير 2024 تنظيم قافله طبيه متخصصه من طرف مديريه الصحه والسكان المسيله عبر مختلف المؤسسات الصحيه التابعه لها. وهذه القافله الطبيه ضمت مجموعه من الاطباء اخصائيين ذو خبره وكفاءه عاليه، وهذا من اجل فك الغبنه والعزله و نقص معاناة تنقل المرضى إلى الدوائر الكبرى التي توجد في هذه التخصصات، حيث لاقت هذه القافلة استحسان كبير وسط المواطنين وعرفت إقبالا كبيرا للمرضى في مختلف الأصناف. وكانت هذه القافلة تحت إشراف أطباء أخصائيين وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الطبي بمستشفى عين الملح دكتور طبيب التخدير والإنعاش، وإن شاء الله هذه القوافل سوف تكون مستمرة، وهذا من أجل التكفل الأحسن بالمريض وتنفيذا لخارطة طريق سيد وزير الصحة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.